أعزائي طلبة وطالبات مدارس الثانوية الصناعية شعبة الزخرفة والتنسيق والإعلان الصف الأول، برحب بحضراتكم ودرس جديد وفيديو جديد وحلقة جديدة في مواد التخصص. والنهاردة حلقتنا عن مادة أنا بعتبرها هي المادة الأهم بالنسبة لمواد الزخرفة. المادة هي مادة الرسم الفني. طبعا مادة الرسم الفني هي مادة بتبقى طبعا مستمرة معانا من بداية سنة أولى لحد ما بنخلص المرحلة الثانوي، سواء كنا 3 سنوات أو كنا 5 سنوات، حتى لما بندخل معهد بعد كده أو كلية المادة دي بتفضل مستمرة معانا، وبيفضل الرسم حاجة أساسية بتفضل معانا طول فترة التعليم. طيب، في مشكلة ساعات طلبة بتواجهها، اللي هي فكرة إن أنا ما بعرفش أرسم ودخلت قسم الزخرفة ومش قادر أمشي في مادة الرسم، هل الرسم مادة ممكن تكتسب؟ فعلا مادة الرسم ممكن مادة تكتسب وممكن نتعلمها وممكن نوصل فيها لمستوى كويس جدا ونقدر من خلالها نجيب درجة عالية جدا. وطبعا أكيد حضراتكم عارفين إن مادة الرسم في سنة ثالثة بيبقى عليها يعني مجموع كبير، يعني عليها 100 درجة، أعلى درجة في المواد النظري. فإحنا يعني كويس جدا إن إحنا بنقدم لكم من سنة أولى برامج لتعليم الرسم علشان نقدر نوصل على سنة ثالثة نكون مستوانا بقى عالي ونقدر نجيب درجة كويسة ونقدر نتقدم في المادة دي. طبعا احنا موضوع درسنا النهاردة هو عبارة عن يعني دراسة طبيعية لعنصر من العناصر النباتية. يعني ايه دراسة طبيعية لعنصر من العناصر النباتية؟ يعني احنا دايما بنيجي بنعلمك في مادة الرسم الفني ان انت بديك نموذج مصغر وبطلب منك ان انت تكبر لي النموذج ده بمقياس رسم. في حاجة اسمها مقياس الرسم الاعتيادي، اللي هو ازاي انا ادي لك مثلا نسخة مصغرة من الرسمة وعايزك تكبرها لي ايا كان بقى المساحة اللي انا عايزك تكبرها فيها، عايزك تكبرها لي مرتين او 3 او 4 او حتى لو كانت في مساحة جدار. هل في وسيلة ان انا اقدر اكبر الرسمة بسهولة؟ ده اللي احنا هنتعلمه النهاردة ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ في الشغل بتاعنا او في الحلقة، عايز اقول شوية تعليمات. يعني في بعض حاجات كده عايز الطلبة تاخد بالها منها. انا عشان اقدر اتعلم رسم كويس انا لازم اتدرب كويس. يعني ايه اتدرب كويس؟ يعني اذا كان مستواي ضعيف فانا ابذل مجهود اكتر عشان اقدر اوصل للمستوى اللي يخليني اقدر فعلا اجيب درجة كويسة واقدر اوصل للمستوى اللي انا عايزه. مادة الرسم الفني هي المدخل اللي انت تقدر من خلاله تتنقل لسوق العمل بعد ما بتخلص مرحلة الدراسة. تقدر من خلال الرسم تقدر تمارس حياتك وتقدر تشتغل في مجال الرسم. وما فيش شك ان دلوقتي معظم الناس بتحب الرسم ومعظم الناس بتحب ان بيوتها تبقى فيها رسم، حتى في المكاتب، في العيادات، في الكافيهات، كله دلوقتي بيميل لفكرة الرسم بالإيد، يعني مش الرسم الكمبيوتر والكلام ده. فاحنا النهاردة من خلال حلقتنا هنتعلم شوية أسس وشوية قواعد هنقدر من خلالها إن شاء الله إن احنا نوصل إن احنا نرسم أي رسمة بطريقة كويسة جدا وسهلة. احنا اتفقنا إن عنوان حلقتنا النهاردة هو عبارة عن دراسة طبيعية لعنصر نباتي. العنصر اللي أنا هعرضه لحضراتكم دلوقتي ده عبارة عن شكل لنبات، والنبات ده احنا عايزين يعني نكبره، سواء بقى كان نموذج زي كده او نموذج زي كده او نموذج زي كده. في نماذج كتيرة، يعني احنا ممكن يعني رسومات زي ما انت عايز. ومعظم شغلنا زي ما احنا اتفقنا ان هو بيبقى عناصر نباتية. الترم الاول بيبقى رسم وتظليل، الترم الثاني بيبقى فيه تلوين. فاحنا دلوقتي هنتدرب على فكرة الرسم والتظليل. هل التظليل والرسم بيبقى حاجة صعبة؟ لا مش صعبة. احنا النهاردة هنتعلم الرسمة جميلة وسهلة وبسيطة، وهنقدر من خلالها ان شاء الله نتدرب كويس ونقدر نطلع درجات ونقدر نطلع الرسمة اكنها صورة بالابيض والاسود. طيب، في شوية ارشادات انا عايز حضراتكم يعني تتبعوها وتبقوا عارفينها كويس جدا قبل ما نشتغل وقبل ما نبتدي في ليه في فكرة الرسم. احنا عندنا الاول لازم تبقى عارف ان في درجات للقلم الرصاص. يعني احنا عندنا الالوان بيبقى لها درجات. طب القلم الرصاص ليه درجات؟ اكيد. احنا بنعتبر ان القلم الرصاص عيلة كاملة بتتكون من 4 افراد. فرد منهم بنسميه عيلة البي، وفرد بنسميه عيلة الاتش، وفي اتش بي وفي اف. البي اختصار لكلمة برايت، وكلمة برايت يعني طري لامع. فاحنا عندنا كلمة بي وعندنا من 1 بي لحد 12 بي. ده طبعا درجات بتبقى فيها مرونة، وبتبقى الدرجات بتاعتي يعني نقدر نقول تقدر تطلع منها درجات بسهولة. طب درجات الاتش، الاتش ده اختصار لكلمة هارد يعني صلب وخشن، فمش هتقدر تطلع منه درجات زي درجات البي.
طبعا الاف والاتش زي ما حضراتكم شايفين دول حلقات وسط ما بين البي وما بين الاتش، فاحنا دايما بنفضل درجات البي، يعني البي بتكون افضل في انك ترسم بيها وانك تدرج بيها، افضل من الاتش وافضل من الاتش بي وافضل من الاف. يعني انا ممكن نسمح بالاتش بي بس طبعا لو بي او 2 بي او 3 بي او 4 بي، وما تاخدش درجات تكون عاليه، يعني في الرسم ما تاخدش درجه مثلا 8 بي ولا 9 بي ولا كده، لازم درجات بتبقى يعني قويه قوي، احنا عايزين درجه تبقى وسط نقدر نطلع منها الغامق والفاتح بسهوله. يبقى اول حاجه لازم اعرفها ان في حاجه اسمها درجات للقلم الرصاص، وعرفنا ان احنا هنختار القلم البي زي ما انت شايف كده. طبعا احنا انت ممكن تروح تشتري طقم اقلام تلاقي فيه كل الدرجات دي زي ما انت شايف، وفي درجه غامقه ودرجه فاتحه ودرجه وسط زي ما انت شايف كده. وطبعا كل قلم بيبقى له استخدام، كل قلم بيدي تونات معينه او يدي طريقه معينه في التظليل زي ما انت شايف كده. القلم الرصاص امكانياته مش زي ما انت متخيل ان انا حاجه ارسم بيها خطوط وخلاص، لا، القلم الرصاص انا اقدر من خلاله يعني اطلع لوحات، ولوحات تتعرض ولوحات تتباع، يعني مش مجرد ان انا حاجه بخطط بيها، لا بالعكس، ده الموضوع اكبر من كده بكتير. وانا عايز اقول ان في فنانين هم ما بيشتغلوش غير بالقلم الرصاص وبيطلعوا حاجات احترافيه. طيب انا عندي شويه ملحوظات كده عايز حضراتكم تاخدوا بالكم منها. احنا اتفقنا ان احنا بنفضل درجه البي. طيب في شويه ارشادات من ضمن الارشادات يعني اللي احنا هنقولها النهارده، ان احنا بنحاول دايما نراعي الدقه في التكبير. يعني ايه الدقه في التكبير؟ يعني انا ما ينفعش الورده دي تبقى مثلا مساحتها 15 في 20، ما ينفعش اكبرها مثلا تبقى 15 في 30. لا، في نسبه وتناسب ما بين الابعاد بتاعه الايه الرسمه بتاعتي، فانا احافظ على نفس الابعاد مع فكره التكبير. والتكبير ده احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها مقياس رسم اعتيادي. المقياس الرسم الاعتيادي ده معناه ايه؟ معناه ان انا كل سنتي عندي في الرسمه هيتكبر بمقياس معين هو محددهولي في الرسمه بتاعتي. يعني انا مديك رسمه 10 في 15 عايزك تكبر لي الرسمه دي مرتين، يبقى ال 10 في 15 دي هتبقى 20 في 30. ده اسمه مقياس رسم اعتيادي. واحنا بنتبع طريقه في التكبير اسمها الخطوط المساعده. يعني ايه خطوط مساعده؟ الرسمه بتبقى انا مديلك الرسمه على بعضها، انا بقى هعلمك ازاي تقسم الرسمه لاجزاء صغيره وتنقل كل جزء لوحده، وتبص تلاقي في النهايه الرسمه اكتملت وادت لك يعني المضمون كله على بعضه. يبقى انا اول حاجه لازم ناخد بالنا منها فكره الدرجات وفكره اختيار درجه البي. تاني حاجه قلنا ان احنا فكره التكبير دي لازم يكون في دقه عاليه جدا في عمليه التكبير. طب تالت حاجه في الارشادات، احنا لازم نراعي المسكة السليمة للقلم الرصاص. يعني ايه المسكة السليمة للقلم الرصاص؟ هو القلم الرصاص بيتمسك بطريقة معينة؟ اكيد اه. يعني انا لما يبقى ده القلم بتاعي ما ينفعش امسكه في وضع الكتابة واكتب او ارسم، لا، القلم بيتمسك كده. يعني حاول دايما تخلي بعرض السن، يعني ما استخدمش بوز السن، لان بوز السن بيحفر في الورقة، ولما بيحفر في الورقة تيجي تمسح تبص تلاقي فيه اثار للايه للمسح. يعني لو جيت ضغطت كده وجيت مسحت ده وجيت مشيت عليه بعد كده بتظليل هتلاقي فيه اثار للايه للمسح، واحنا مش عايزين نبقى نبوظ الرسمه على حاجه بسيطه. فاحنا نمسك القلم ماسكه مظبوطه، ان انا امسك القلم من الاخر وبعرض السن، يعني حتى لما باجي ارسم برسم بعرض السن. طيب ايه تاني؟ زي ما انت شايف كده ده طبعا طريقه المسكه السليمه للقلم، مميل القلم على الورقه، منيمه على الورقه. برضه في حاجة لازم ناخد بالنا منها، برية القلم مهمة جدا. يعني أنا ما ينفعش القلم يبقى مقصوف وطالع منه حتة صغيرة والخشب مداري على السن، ده كده طريقة مش مظبوطة خالص في التظليل. لازم القلم يكون مبري برية مظبوطة. يعني إيه برية مظبوطة؟ يعني إحنا دايما بنفضل إن القلم يتبري بقطر، ولو مش هيبقى فيها مخاطرة. طبعا أنا بمسك القطر وأقشر الخشب بتاعي بطريقة بسيطة كده، ما باكلش منه كتير، بحيث إن أنا اقدر اشيل قشره خفيفه عشان ابين الايه السن. فكره ان انت تبين سن طويل ده بيبقى كويس جدا في الرسم، وخاصه لو نوعيه القلم تكون جيده، فطبعا السن مع السن الطويل هيسهل لك قوي في عمليه الايه الرسم. طبعا الكتر زي ما حضراتكم شايفين الكتر اهو بتبتدي عمليه تقشير، بقشر بالراحه كده والف القلم بايدي عشان اوصل ان كله يبقى سمك واحد، يعني الخشب يبقى منتظم ويبقى ما فيش فيه اي مشكله او اي معوقات يعني. طيب ايه تاني المفروض اخد بالي منه؟
المفروض ان انا براعي فكره التدرجات الظليه. يعني ايه التدرجات الظليه؟ حتى لو انا مديك رسمه ما فيهاش تظليل، انت مطلوب منك انك تطلع لي درجات. يعني ايه اطلع درجات؟ يعني اطلع في غامق وفي فاتح وفي افتح وفي اغمق، ما هو ده اللي هيبين الرسمه بتاعتي، او ده اللي هيديني التقسيم بتاعي. يعني افهم من كده ان انا بحاسبك على فكره الدرجات الظليه اللي انت هتوجدها في الرسمه. وطبعا انا غالبا هديك الرسمه من غير تظليل عشان اشوف برضو انت مهارتك ايه، هتقدر تطلع لي درجات الظل والنور ولا لا. والقلم الرصاص زي ما انت شايف يقدر يطلع لك جميع الدرجات اللي انت عايزها، يعني صوره فوتوغرافيه ممكن احولها لك انها تبقى ابيض واسود زي ما انت شايف كده، دي كلها بالقلم الرصاص، دي اشكال كلها بالقلم الرصاص، تحس انها صوره فوتوغرافيه مش مرسومه. طيب يبقى احنا اتعرفنا على شوية تعليمات المفروض هناخد بالنا منها، من ضمنها برضو ان احنا لازم نحافظ على نظافة الورقة. ما ينفعش الورقة بتاعتي بعد ما اخلص الاقيها بقى فيها اثار لبصمات ايدي وحاجات زي كده، ده هينقصك في الدرجة. احنا عايزين نجيب الدرجة النهائية. طب الدرجة النهائية يبقى انا لازم بلتزم ان انا اطلع الرسمة مظبوطة، ان انا ادرج الرسمة صح، ان انا اعمل ضوء وظل زي ما انا عايز، ان انا احافظ على نظافة الايه الورقة. كل دي حاجات لازم اخدها في اعتباري قبل ما ببدا في اي رسم. هتراعي الكلام ده هتلاقي الموضوع سهل بقى. يبقى احنا كده عدينا جزء من الاجزاء اللي يعني نقول ان هو يعتبر الصعب. طيب انا دلوقتي هنعرض لحضراتكم كيفيه التعامل مع اي رسمه، اي رسمه انا عايز اكبرها، هكبرها ازاي. انا مجهز لحضراتكم فيديو شارح فيه كيفية التعامل مع الرسمة الأصلية والرسمة المكبرة. هل في طريقة معينة أنا بتبعها؟ أكيد في طريقة معينة، اللي هي حاجة اسمها الخطوط المساعدة اللي أنا لسه قايل لك عليها، اللي هي الرسمة أهي رحت مقسمها. طبعا عملت لها الأول إطار زي ما أنت شايف كده، إطار، وبقسم الإطار بتاعي بالطول وبالعرض، وبعدين بجيب الأقطار بتاعتي، وبعد ما بجيب الأقطار بتاعتي بجيب المتنصفات بتاعه المستطيلات الصغيره، وهتبص تلاقي الرسمه بتاعتك بتبتدي تجمع بسهوله. هنبدا حالا، معلش هو الفيديو تقيل شويه، فهنشوف دلوقتي حالا هنكبر الرسمه ازاي وهتعامل معاها ازاي. طبعا انا مديك رسمه مقاسها 19 او 13 في تقريبا 17، فهنكبرها مره ونص. طب ال 13 في ال 17 دي لما نكبرها مره ونص هتبقى كام تقريبا؟ تقريبا كده هتبقى 25 في 19. يبقى انا كده اتفقت ان انا المقاس بتاعي اللي انا هشتغل عليه هيكون كام؟ 25 في 19. يبقى انا المفروض ان انا هعمل اطار بتاعي في الورقه مقاسه 25 في 19. بعد ما بعمل الاطار بتاعي نفس اللي عملته في الرسمه الصغيره هعمله في الرسمه الكبيره. يبقى الرسمه الصغيره اللي عندي انا عملتها وقسمتها، هاجي على الرسمه الكبيره بتاعتي، ان طبعا الاطار بتاعي هيبقى اكبر، هعمله واقسمه بنفس الايه الكيفيه. طيب وبعد كده ببتدي اتعامل مع المثلثات الصغيره اللي انا شايفهم. طبعا كده الرسمه هتطلع 32 مثلث، يعني الرسمه الاصليه 32 مثلث والمساحه بتاعتي اللي انا هرسم فيها 32 مثلث. ببتدي انقل مثلث مثلث بالراحه كده، ممكن اخد مثلث من اليمين مع مثلث من الشمال، بحيث ان في النهايه الرسمه بتاعتي تتجمع وهتطلع معايا في النهايه. مهما كانت التفاصيل صعبه هتلاقي الموضوع هيكون سهل جدا وما فيهوش اي صعوبه ولا في اي مشكله. اهم حاجه اتبع فكره الخطوط المساعده. نقولها تاني، الخط المساعد هو عباره عن تقسيم المساحة بتاعتك ل 32 مثلث. بيتم ازاي؟ بقسم بالطول 2 وبالعرض 2، بعد كده بجيب القطرين الكبار، بعد كده بجيب الأقطار الصغيرة بتاعة المستطيلات الصغيرة بالشكل ده كده، وبعد كده بوصل المتنصفات بتاعتي بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده. طلع كده عندي الشكل عبارة عن كام؟ 32 مثلث. طيب ال 32 مثلث دولت ما يلخبطونيش إطلاقا، لان انت ده مش معقول هتنقل ده مكان ده ولا هتنقل ده مكان ده، لا انت بتنقل كل حاجة في مكانها مفيش فيها اي مشكلة.
طبعا الرسم الفني مادة مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم. الرسم الفني مادة ممكن اكتسابها ما فيهاش أي مشكلة، أنا ممكن حتى لو من غير خطوط مساعدة ممكن أرسم عادي، وممكن أتدرب وممكن مستواي يعلى لحد ما نوصل للمستوى المرضي بالنسبة لنا ومفيش أي مشكلة. فإحنا إن شاء الله هنتفرج على الفيديو دلوقتي حالا وهنشوف كيفية التعامل مع الرسمة اللي زي اللي احنا شفناها دلوقتي. ادي الرسمة قدامك اهيت زي ما انت شايف، قست مقاسها طبعا ولقيته زي ما قلت لك مقاسه 13 في 17. 13 دي لما نضربها في مرة ونص هتطلع 19 ونص، هنخليها 19 مش مشكلة، ودي لما نقيسها هتطلع 25 ونص فهنخليها 25. يبقى اذا انا المقاس اللي انا هتعامل معاه هيكون كام؟ 19 في 25 سنتي. ازاي بقى نظبط الاطار بتاعي ان انا اعمل يعني المستطيل؟ دايما في طلبة بتقول لي المستطيل بيطلع معوج، بيطلع مش مظبوط، طب ازاي اظبطه؟ هاخد الاول الخط اللي تحت اللي هو اتفقنا ان هو كام؟ 19 سنتي. باخد ال 19 سنتي، طبعا هنا احنا لسه في مرحلة التقسيم، بنقسم الايه؟ الوردة زي ما انت شايف الخطوط المساعدة بتاعتي عشان احول الرسمة بتاعتي انها تبقى 32 مثلث. بجيب المتنصف بتاع كل ضلع وفي النهاية هنوصله طبعا ببعضه كده. قسمنا اهوت، نبتدي بعد كده بأكد طبعا الخطوط بتاعتي كويس. بوصل بقى الأقطار بتاعتي زي ما احنا اتفقنا بالشكل ده، وبكده بنوصل ان احنا طبعا انا بقول ممكن تبقى مربعات بس انا بفضل المثلثات افضل، المربعات ممكن تلخبط شوية انما بالنسبة للمثلثات لا. وصلنا كده، بعد كده هنوصل عمودي وعمودي وخط افقي وخط افقي، هتبص تلاقي في النهاية طلعوا من 32 مثلث زي ما انت شايف كده، ومن الجنب التاني نفس الكلام وبرضو بالعرض. كده لو عديتهم هتلاقيهم 32 مثلث. طيب ايه بقى اللي بعمله بعد كده؟ خلاص انت كده خلصت من الرسمة الاصلية، نفس اللي انا عملته في الرسمة الاصلية هعمله في الرسمة بتاعتي بقى اللي انا هكبر. فحاجة اعمل ايه؟ هاجي اعمل اطار بتاعي، وعشان اظبط الاطار احنا اتفقنا طبعا ان المقاس هيبقى 19 في 25. طيب كتبت انا المقاس حتى على الورقه عشان ما ايه ما انساش، لان ممكن اجي وانا بخطط الرسمه انسى فطبعا تبوظ الدنيا. فاحنا كتبت المقاس اهوت، الطول بتاعي هيبقى كام الجديد بقى والعرض الجديد هيكون كام. هاخد خط بالمسطره بتاعتي، الخط ده هيبقى طوله كام؟ 19 سنتي. وبعد كده بوقف المثلث على المسطره، بوقف المثلث على المسطره واطلع بخط عمودي زي ما درسنا كده في الرسم الهندسي. لو انا عايز اعمل زاويه قايمه فبعملها ازاي؟ عن طريق ان انا بحط المسطره وبحط عليها الايه؟ المثلث، فبنقدر نطلع الخط بتاعي يكون مظبوط. بعد كده باجي من الجنب التاني واعمل نفس الكلام عمودي، وبعد كده بطوله بقى اجيب المقاس اللي انا عايزه عشان يطلع مظبوط. طبعا انت اوتوماتيك لو انت يعني قست المقاس من فوق هتلاقيه هو هو من تحت 19 زي تحت بالظبط، وبقسم كل جنب بالنص برضو زي ما قسمت في الرسمة الأصلية بالشكل ده كده. وبعد كده بقى أوصل المتنصفات بتاعتي دي عشان أطلع ال 32 مثلث زي ما طلعتهم بالظبط في الرسمة الصغيرة. بوصل بقى كده الاقطار بتاعتي، طبعا خطوطك لازم تكون خفيفة، استخدم قلم بي 2 بي مثلا في الخطوط المساعدة بالذات، ما تزودش عن كده يعني، ما ينفعش استخدم 4 بي ولا 5 بي ولا كده،
خلي الخطوط تبقى خفيفه. ليه؟ لان الخطوط المساعده دي المفروض انها حاجه يعني بتساعدني بس، يعني هي ملهاش دور اكتر من كده. فوصلت كده الخطوط بتاعتك وطلعوا كده ال 32 مثلث زي ما انت شايف كده، اصبح الشكل ده هو الشكل ده. كده اصبحت المساحة بتاعتي جاهزة ان انا ابتدي في عملية التكبير. التكبير بقى بيتم ازاي؟ رسمة زي دي اتخض منها، وخاصة ان في هنا شوية تفاصيل كتيرة كده، لا مش هنتخض ولا حاجة. انت بص شايف المثلثات دي، هي دي ده المدخل بتاع الرسم. ان انا هعمل ايه؟ هنقل جزء من الجنب اليمين. انا بفضل كده دايما، حتى لو برسم بورتريه ممكن اخد حتة من اليمين بالراحة كده. طبعا ممكن يكون الخط فيه تفاصيل، لا انت عامله الاول خفيف من غير التفاصيل، وبعد كده هنبتدي نظبط التفاصيل زي ما احنا عايزين. انا بس اهم حاجة عندي اظبط الحجم ووضع العنصر في المساحة، بحيث ان في النهاية احط بقى تفاصيلي ما يبقاش فيها اي مشكلة. فانا برسم الورقة اللي هي دي، بحطها طبعا من خلال الخطوط المساعدة بتاعتي بالشكل ده. شايف انا بشوف مكان الخط فين بالنسبة للخط المساعد، ده جاي فين؟ شفته هنا جاي فين؟ هحطه هنا زيه. دي جايه فين؟ هحطها زي دي بالظبط. شفت سبت فوق ورحت نازل تحت. بجمع بقى، بحاول الم حته من اليمين مع حته من الشمال، هتبص تلاقي في النهايه الرسمه بتجمع نفسها. وبكده زي ما انت شايف اهوت بالراحه خالص، وتبتدي توصل. عايز اقول برضو نصيحه، واحنا بنرسم ما تمسكش استيكه كتير. ليه؟ لانك طول ما انت ماسك الاستيكه هتغلط. انما حاول دايما تجرأ نفسك وترسم بدون استخدام الاستيكة، لان الاستيكة يعني بتسهل لك العملية. انما لو ما معيش استيكة غصب عني هظبط الايه الخط. نبتدي بعد كده نخش على حتة من الشمال مثلا، وبرضه خطوط خفيفة، وابتدي ارسم طبعا عيني على الخط المساعد. يعني خلي عينك ما تتشالش من على الخط المساعد مهما حصل. خط المساعد هو اللي بيظبط لك كل حاجة زي ما انت شايف كده. طبعا لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه ظاهره، يعني لغايه دلوقتي تحس ان ايه ده اللي احنا بنعمله ده. في النهايه هتشوف الرسمه هتلاقيها حاجه تانية خالص. طيب برضو جيت هنا شفت الورقه اللي هي اللي تحت، وببتدي ارسمها برضو، اشوف موقعها فين من الخط المساعد ده، موقعها فين من الخط المساعد ده. هو ده اللي بيظبط لك الدنيا. بطلع اهوت اوقف، وبعد كده اخش مثلا على الجزئيه دي. طبعا هي اكتر حته لو عملتها هتحس ان الرسمه خلصت هو الجزء ده. فواحده واحده كده هتبص تلاقيه بيجمع بعضه. عيني على الخط المساعد، زي ما تكون ماشي على رصيف وخايف لا تقع مثلا من على الرصيف، فعينك على الرصيف، انا عيني على الخط المساعد. بالراحه خالص. ما تخافش وانت بترسم. مهما كانت الرسمه صعبه هتقدر تعملها ان شاء الله. واحده واحده هتلاقي الموضوع، مرة في مرة هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا، وبعد كده هتستغنى عن الخطوط المساعدة كمان. يعني ممكن بعد كده نرسم من غير خطوط مساعدة، بس احنا دلوقتي في مرحلة تدريب وفي مرحلة تعليم، فلازم ان انا استخدم الخطوط المساعدة. الشكل ده كده. نجيب حتة من فوق، يبقى انا بدأت من اليمين وخدت حتة من تحت وحتة من الجنب، حتة من فوق، هتبص تلاقي الجزء اللي في النص ده انحصر معاك هتقدر تجيبه بسهولة. طب ما ينفعش اعمل اوت لاين خارجي للشكل كله مره واحده الاول؟ ينفع، بس يعني هيبقى اصعب لك. انا بدور لك على طريقه تبقى سهله وانت نفسك هتفرح بيها، انك انت حسيت ان الرسمه اتجمعت معاك في وقت قليل. لان احنا برضو مهم جدا حته الوقت. يعني في احيان كتيره ممكن طالب بيبقى بيرسم كويس قوي او طالبه بترسم كويس قوي، بس الوقت بيسرقها. فاحنا عايزين برضو نتغلب على الحته دي، ان انا ازاي ارسم كويس في وقت قليل. فاحنا عندنا شايف هتبتدي الوردة تبان معاك. بعمل الورق بتاعها حتة حتة كده، عيني على الشكل ده، ما بشيلش عيني من عليه. عارف حتى لو حافظ الرسمة برضو عينك عليه، أكنك بتنقل خريطة بالظبط. طب الطريقة دي ممكن أكبر بيها لحد مساحة كام؟ لو عايز تعمل في مساحة جدار هتعمل في مساحة جدار. وعايز أقولك إن ممكن الطريقة دي تستخدم في تكبير البورتريهات. وعايز اقول لك ان في شباب كتير بياخدها او بيمتهلها مهنه، ان يعمل صفحه مثلا ويبتدي ايه
يعمل تسويق للبورتريهات بتاعته او يعمل معارض ويقدر يرسم البورتريهات بنفس الطريقه دي. بعد كده بيمسح الخطوط المساعده يبان البورتريه اكنه هو مرسوم من غير اي خطوط مساعده او اي حاجه. كل الجزيئات بتاعت الورده بتبتدي تطلع معايا بسهوله اهيت، شايف؟ خلي فيه امانه، يعني اي حاجه حتى لو ما انتش فاهمها ارسمها زي ما انت شايف، بمعنى ان ممكن تكون مثلا ايه دي انا مش فاهمها، دي ايه، هل دي ورقه ولا دي ايه، لا ارسمها زي ما انت شايف، هتبص لها في النهايه هي طلعت الرسمه، ماليش دعوه بقى دي ايه. يعني ممكن احيانا كتيره ممكن ارسم رسمه الاقي الرسمه دي فيها حاجات مش فاهمها، مش مشكله، مش مشكله دي ايه، المهم ان انا اطلعها. اعتقد الورده بدات تظهر معايا شويه، ده اللي هو الكاس بتاع الورده، ده الجزء ده. شوف بتجمع رسم، يعني تلاقي الخط ده انا عملته الاول ده وصل لي، هتلاقي هنا برضو خطوط كده بتجمع نفسها، تبص لها في النهايه طلع هو ده، هو ده بكل سهوله. ولو تلاحظ ما استخدمتش استيك، وانا قاصد ان انا ما استخدمش استيك ليه، لان احنا ان شاء الله هنظبط الرسمه من غير استيك. طب يعني هو غلط ان انا استعمل استيك؟ لا مش غلط، بس هي الفكره، فكره انا عايز مستواك يعلى، عايزك تبقى قوي في الرسم. القوة دي هتيجي منين؟ من الجرأة. جرأة يعني ايه؟ يعني ان انا اعتمد على ايدي فقط، ما اعتمدش على بقى لا استيكة ولا كلام من ده. تقريبا كده بنفنش في الورقة او الوردة. ده طبعا اللي هو القلب بتاع الوردة كده. طبعا لو تلاحظ القلم 2 بي اللي انا برسم بيه، والنوع ده كمان بيبقى خفيف شويه، ما تقلتش عن كده في الايه، في الرسم، انما في التظليل لا ازود زي ما انا عايز، مفيش اي مشكله. كده احنا خلصنا تقريبا الورده، هنخش بعد كده على الورق بتاعها بقى اللي هو ورق الشجر ده. عملنا ورقه فوق، نكمل بقيه الورق اللي تحت زي ما انتم شايفين كده. كل جزئية لما تبتدي تقارنها بالجزء اللي قصادها هتلاقيه قريب قوي منه. طبعا الخطوط خفيفة، لو محتاج بقى اتقل، لو انا شايف ان الخط سليم ومظبوط وما فيهوش مشكلة وعايز اتقله شوية مفيش مشكلة بقى، لان احنا اصلا كده كده لسه هنظلل، فهنشوف التظليل هيداري اصلا جزء كبير من الخطوط، من الخطوط بتاعتي، يعني في اجزاء كتيرة من الخطوط دي هتختفي نتيجة ايه، ان مثلا في جزء غامق او كده. ابتدي اعمل تفاصيل الورق، ورق الشجر زي ما انا شايفه برضو. اجي بقى اشوف الفرع بتاعي اللي هو الفرع نفسه، الخشبة بتاعت الوردة، شوف موقعها ايه من الخط المساعد، يعني شوفها هل هي قريبة منه ولا بعيدة ولا المسافة قد ايه. طب هل الفرع عدل؟ هل هو معوج؟ طب انا لاحظت ان في حتة منفوخة هنا شوية، اعملها برضو. لسه قايل لك ايه، عايز امانه في النقل. يعني ايه امانه في النقل؟ يعني تنقل الحاجه حتى لو هي مش مظبوطه، حتى لو فيها عيوب انقلها زي ما هي. الشكل ده بعمل كده الورق، شوف الخط المساعد هو اللي بيرسم، يعني بحس ان الخط المساعد هو اللي بيرسم مش ايدي اللي بترسم. شايف القوس بتاع ورقه الشجر دي اهو مكانه فين، بعمل الحرده بتاعت الورده الورقه وبلفها واوصلها بقت الورقه بتاعتي. بعد كده اعمل الورقه اللي بعديها، زي ما انت شايف كده. طبعا احنا عملنا الورقة وبنكمل بقيتها طبعا تفاصيلها.
طبعا التظليل كمان بيحلل الرسمة قوي، يعني لما تيجي تظلل هتلاقي الرسمة بقى شكلها أجمل كمان ممكن من الأصل. زي بالظبط كده البورتريه، ما أنت ممكن تبقى البورتريه بترسم من صورة ألوان، بس لما تيجي ترسم من صورة ترسمها أنت أبيض وأسود بتطلع شكلها أحلى من الألوان. فإحنا عايزين نوصل لده برضه إن شاء الله. زي ما أنت شايف بشوف اتجاه الخط جاي إزاي، معوج عدل زي ما أنا شايفه بعمله، علشان في النهاية تطلع الرسمة قريبة من الواقع اللي أنا بنقل منه. طيب احنا طبعا بنكمل الرسمة، وبعد كده هنشوف بقى التظليل هنعمل فيه ايه. هل التظليل صعب؟ هتلاقي التظليل اسهل ما في الموضوع، وانا هعلمك لعبة حلوة قوي بالذات في ورق الشجر وفي في الزهور، هتخلي لك الوردة بتاعتك دي تبقى شكلها جميل. الموضوع مش موضوع ان انا ارسم واظلل التظليل كده وخلاص، لا انا عايز ادي خلي الورقة دي وردة بجد، يعني عايز اشوف دي احس ان هي وردة بجد. طبعا اخر ورقتين عندي، وبعد كده نخش على مرحلة التظليل. عينك كويس، لان دي بص انا لو شفتها من بعيد احس انها ورقة واحدة، انما هما ورقتين، دي ورقة ودي ورقة، ورقتين مختلفتين عن بعض. فلازم ابقى مصحصح وانا برسم عشان في النهاية ما فيش حاجة تقع مني في الرسم. عملت الهيكل بتاعها اهو، وابتدي برضو ايه اعمل الجزء اللي هو المسنن ده في الايه في الورقة زي في اللي فوق بالظبط. شوف ايه اللي قدام وايه اللي ورا. شايف الرسمة بتاعتك؟ كنت في الاول مخضوض، دي هنرسمها ازاي، دي رسمه صعبه؟ لا ما هيش صعبه، ولو اصعب من كده برضو ما هيش صعبه، نقدر نعمل اي رسمه في الدنيا طالما بتنفذ بطريقه الخطوط المساعده. هتلاقي الموضوع بقى سهل معاك وما فيهوش اي مشكله. تفاصيل الايه الورقه، وبعمل برضو الجزء اللي جوه الخطوط بتاعتها دي الشكل ده كده. خلي ايديك خفيفة، خلي القلم هو اللي يرسم، يعني ما تضغطش على القلم، خليه يتحرك براحته عشان يطلع لك المكان بتاع الخط مظبوط ويبقى خفيف ويبقى شكله كويس. كده انا عملت الشكل بتاعي اللي هو مديهولي، قدرت اكبره بمقياس رسم 1 لـ 1.5، يعني دي حجم دي 1.5، كويس بتفاصيلها بكل محتوياتها. يجي بقى نتفضل عندي مشكلة تانية اللي هي مشكلة التظليل. انا لسه من شويه قايل لك التظليل هو اللي بيبين حلاوه الرسمه، والتظليل ما هو الصعب، ده موضوع سهل جدا. هتمسك القلم المسكه المظبوطه اللي احنا اتفقنا عليها، وهتحرك القلم في اتجاه مظبوط. دايما انا بقول خليك رايح، يعني خلي القلم بيظلل ناحيه بره جسمك مش داخل عليك، عشان تقدر تتحكم فيه اكتر. ومفيش حاجه اسمها تسييح، يعني مفيش حاجه اسمها ان انا امسك منديل ولا قطنه ولا الكلام من ده واسيح، لا مفيش الكلام ده خالص. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا كل استخدامي للقلم الرصاص فقط، يعني انا ما بعملش اي حاجه غير ان انا بستخدم القلم الرصاص، وهطلع التدرجات بتاعتي بالقلم الرصاص، مش هستخدم منديل ولا قطنه. ده كانوا بيعلمونا زمان نستخدم منديل وقطنه عشان نسيح الرسم، مفيش الكلام ده خالص، ده شيء غلط وشيء مش مستحب خالص في الرسم. فاحنا هنعمل ايه؟ هنتعلم دلوقتي كيفية التظليل، وازاي اتعامل مع الشكل بتاعي في حتة ان في حاجة فوق وحاجة تحت. تعال نشوف كده، نشوف التظليل بتاعي هيكون ازاي. دايما احنا بنقول لما يبقى حاجة فوق حاجة خلي الحاجة اللي تحت اغمق، يعني انت شايف انا جيت الورقة دي فوق رحت مغمق تحت، دايما اللي ورا اغمق، اللي متداري اغمق، شايف ازاي؟ يبرز لك اللي قدام، لما تغمق اللي ورا يبرز لك اللي قدام. همشي كل القاعده بتاعتي كلها بالطريقه دي، هتبص تلاقي الورده بقت ورده بجد. طب تعال شوف، انا طبعا دلوقتي ماسك قلم اعتقد 4 بي، عايز 4 بي، عايز 5، عايز 3، زي ما انت عايز على حسب حساسيه ايدك. يعني انا ممكن امسك القلم الـ5 بي واخليه خفيف جدا،
انما انت لو ايدك تقيله خليك في الاقلام الخفيفه زي ما انت شايف كده بالراحه خالص، وبتدرج من الغامق للفاتح بسن القلم، استعملش اي حاجه تانية. شايف بالراحه كده، في اجزاء بتحتاج تتقل اكتر اتقلها اكتر، مفيش مشكله. طبعا احنا بنعمل الاول تون، تون يعني ايه؟ يعني درجه، وبعد كده ببتدي اشوف التفاصيل بقى. يعني مش هسيب الورقه دي كده ولا هسيب الكلام ده كده، لا لسه في شغل. انا بس بدي ايه، بوزع الدرجات بتاعتي، اشوف ايه الغامق وايه الفاتح وايه اللي هيحتاج يغمق اكتر وايه اللي هيحتاج يفتح، يعني بحيث ان انا ابقى ماشي عارف انا رايح فين وجاي منين. وفي جزء هنا غامق اهو انا شايفه، حطيته برضو. احنا اتفقنا بقى ان انا اللي انا شايفه بنقله بمنتهى الامانة. شايف الاجزاء اللي بتبقى بعيده عن الضوء بتبقى غامقه، دايما بنغمق الاجزاء المداريه، يعني زي بالظبط كده ما تحط ايدك على ايدك هتلاقي ايدك اللي مش هما الاثنين نفس اللون ونفس الدرجه، بس هتلاقي اللي تحت غمقت سنه. ممكن تبقى لابس قميص لونه ابيض وينتني من حته كده معينه تحس ان اللون غمق، ليه؟ عشان الحته دي بقت بعيده عن الضوء فبقت اغمق شويه من الايه، من بقيه الاجزاء بتاعت القميص او التيشيرت اللي انت لابسه. زي ما انت شايف واحده واحده هتلاقي انا بوزع اهوت، شوف هنا في غامق احط غامق اهو، الحته دي غامقه بحطها هنا، اي مكان في غامق بحط الغامق بتاعه زي ما انا شايفه بالظبط. طب انا لو مفيش عندي تظليل في الرسمه، يعني نفترض ان الرسمه ابيض واسود يعني خطوط بس، يعني لسه قايل لك ايه، شوف ايه اللي فوق وخليه فاتح، ايه اللي تحت اخليه غامق، إيه اللي تحت اكتر اخليه غامق اكتر، يعني خلي كل ما تبعد او كل ما تنزل لتحت اكنها طبقات ورق فوق بعضها، كل ما تنزل لتحت كل ما يغمق، كل ما تطلع لفوق كل ما ايه، ما يفتح، هتلاقي الوردة يطلع شكلها منطقي وظريف. بالراحة خالص، ودايما خلي ايدك بره الورقة، يعني وانت بترسم بلاش ايدك تيجي على الورقة، او لو انت مش هتعرف تسيطر على دي حط تحت ايدك حته ورقه، حتى لو ورقه الاسئله، بحيث ان ايه، يعني في ناس بتبقى ايديها بتعرق فممكن تيجي على الرسمه تشلفط الدنيا، فانا بحاول دايما اخلي ايدي بره الايه، الرسم، حتى لو هتلف الرسمه معاك، يعني ممكن احرك الورقه بس ما احركش، يعني ما ادخلش ايدي على الرسمه عشان نقدر في النهايه نحافظ على نظافه الرسمه زي ما قلت لك. زي ما انت شايف كده طبعا احنا الرسم الفني بتاعنا بتاع الزخرفة مختلف تماما عن بقية الأقسام، احنا رسمنا بيعتمد شوية على المهارة، وانا زي ما قلت لك المهارة دي ممكن تبقى مكتسبة. عارف بالظبط زي مثلا الخط العربي، انت ممكن يبقى خطك وحش بس مع انك تتعلمه ممكن تلاقي خطك اتحسن وبقى موضوع تاني خالص. فاحنا الرسم برضو ممكن يكتسب، وممكن المهارة دي تكتسب وتقدر تبقى حاجة كويسة بعد ما كنت اصلا ما تعرفش تمسك قلم. فاحنا بس يا جماعة ارجوكم اتدربوا كتير، مادة الرسم ما ناخدهاش باستهتار، الرسم ده هو عصب الزخرفة، انت في قسم زخرفة وتنسيق واعلان، الزخرفة فيها رسم، التنسيق فيه رسم، الاعلان فيه رسم، يعني جميع المجالات بتاعت شغلنا بتعتمد على الرسم. فأرجوكم اتدربوا كويس، يعني حاول كده بعد ما تشوف مثلا الحلقة دي حاول تتدرب كده مع نفسك وجرب كده ووري المستر بتاعك في المدرسة، أكيد إن شاء الله هيبقى في تقدم، مرة في مرة هتلاقي نفسك مستواك بيعلى. طبعا في أجزاء بتبقى غامقة زي العود بتاع الوردة ده بغمقه شوية،
شايف ببوز السن كده بتاع القلم بيبرز لك الايه العود بشكل كويس. اهم حاجه ما تشخبطش، خلي ايدك حساسه قوي وتبقى عارف انت بتحط الخط يطلع فين ويجي منين وكده. تظليل بالذات عايزك على مهلك، لان التظليل لو طلع حلو وادالك الرسمه في حته حلوه، التظليل لو طلع وحش ممكن ما تعرفش تصلحه. انما الرسم لو في حته بايظه انت ممكن تمسحها. شايف؟ خلي التظليل يعني لو في اتجاه واحد ماشي. طبعا وانا عندي اكتر من طريقه في التظليل، في طريق بيسموها طريقه الهيتشنج او الايتشنج اللي هو ان انا اظلل في اتجاه واحد، في طريقه اسمها طريقه الراوند ان انا اعمل التظليل في صوره دواير، في ممكن طريقه ان انا اسيح، يعني في تقنيات كتيره في الرسم، في طريقه النت او اللي هي طريقه الشبكه ان انا اعمل خطوط افقيه وخطوط راسيه، فيعني بتبقى حاجه برضو تقنيه من ضمن تقنيات التظليل. انت الطريقه اللي تعجبك ظلل بيها، يعني مفيش حد هيجبرك على طريقه معينه، الطريقه اللي تتناسب مع ايدك. طيب شايف الورقة اللي ورا دي؟ تغمق عشان تبرز لك الورقة اللي قدام. شايف سن القلم بيعمل معايا برضو حالة كويسة جدا في بروز الفروع والورق زي ما انت شايف كده. ده الاجزاء اللي تتطلب مني ان انا احددها بسن القلم. شفت قبل كده طلبة بتحدد الرسمة بقلم تحديد، قلم اسود، هل ده ينفع؟ اكيد طبعا لا. احنا لما بطلب منك الرسمة بالقلم الرصاص فانت المطلوب منك ان الرسمة كلها تبقى رصاص، ما يبقاش فيها اي حاجة تانية، يعني اي تجسيم اي تشكيل اي غامق اي فاتح كله بالقلم الرصاص، لان انا بقيس مهارتك. طبعا احنا ممكن بعد كده في مرة من المرات نتعلم طريقة استخدام الفحم، وطبعا هنتعلم طريقة استخدام الالوان المائية. ببتدي بقى اجمل في الرسمة بقى، يعني كده وزعت تقريبا، ابتدي بقى اجمل في الايه في الرسم، الحاجات اللي محتاجه تتاكد اكدها، الحاجات اللي محتاجه تغمق اغمقها، وممكن اعمل خلفيه للرسمه. خلينا نشوف كده، هتلاقي الرسمه بتظهر اكتر، يعني كل اضافه انا بحطها طالما بحطها صح هتظهر لك الرسمه بشكل افضل. أجزاء معينة حسيت إنها محتاجة تتأكد فبأكدها. طبعا ما بحددش الرسمة كلها، الأجزاء اللي أنا محتاج بس، وأنت لو تلاحظ في خطوط اختفت، يعني الخط اللي بيحدد ده اختفى لان بقى الغامق هو اللي بيطغى، فمفيش خط. هنا برضو نفس الكلام، الخطوط هنا اختفت، يعني الغامق دايما بيلغي الايه الخط اللي هو جنبه. شايف بدأت تظهر انها وردة، شوف السنون دي حسيت انها محتاجة تتأكد شوية، بدأت أأكدها اكتر بحيث انها برضو تبرز شوية. هبتدي بقى ادي درجة خفيفة كده على الخلفية، انا بحب دايما ان انا ادخل خلفية في الرسم. طب الخلفية دي هتلعب دور يعني حاجة مهمة يعني ولا هضيع وقت على الفاضي؟ طب خلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل.
انا بدي الاول تون خفيف، درجه خفيفه بنسميها هاف تون، يعني درجه خفيفه خالص، تمام؟ ونشوف بعد كده لو في اماكن محتاجه تغمق في الخلفيه اغمقها. طب تفتكر ايه الاماكن اللي ممكن تحتاج تغمق؟ يعني في رسمه زي اللي انا عاملها دي ايه اللي ممكن يحتاج انه يغمق؟ انا من وجهه نظري الاماكن الفاتحه اغمق حواليها، يعني ورقه شجر فاتحه لو غمقت حواليها هتخلق عندك نوع من التناقض او الكونتراست، بنسميه كونتراست، اللي هو يظهر لك الشكل. انا لو لابس غامق وورا مني خلفيه فاتحه مش انا حبان من الخلفيه، والعكس برضو لو انا لابس فاتح وورا مني خلفيه غامقه برضو حبان. فاحنا بنعمل حاله من التناقض ما بين الورقه وما بين الخلفيه اللي وراها. فبعمل زي ما انت شايف كده الاول تون عام على الشكل، وبعد كده نشوف ايه الاجزاء اللي محتاجه انها تغمق ونغمقها. شوف انا بدأت الف الورقه في اي اتجاه انا عايزه، مفيش مشكله، المهم ان ايدي ما تجيش على الرسم. يعني دايما بص على ايدك كده، لو لقيت ايدك بتسود يبقى انت كده ايدك بتيجي على الرسمه، وانت كده بتبوظ الرسمه من غير ما تحس. شفت انا جيت هنا وبدأت اغمق ازاي؟ عشان الورقه هنا مالها فاتحه، اغمق حوالين الفاتحه، تبص تلاقيه بيبرز لك الايه الورده اكتر. هنا مثلا اغمق برضو شويه، شايف؟ وسيح برضو الغامق في الفاتح بتاع الخلفية. برضو الحتة دي فاتحة، دي تحس انها تاهت شوية في الخلفية، فبروح جاي ايه مغمق شوية في الخلفية عشان تبرز لك الايه الوردة. طبعا الرسمة بتبقى على الطبيعة بتبقى شكلها احلى بكتير، هو بس طبعا عشان التصوير وكده فبتبقى طبعا في انعكاس للضوء وكده، فما بتبينش يعني الدقة اكتر يعني. في حاجة اسمها استيكة فحم، دي استيكة بتبقى زي كده وبناخد منها حتة تبقى زي اللبانة كده، وتقدر تعجنها زي ما انت عايز. يعني الاستيكة دي طرية بعجنها زي اللبانة بالظبط، اقدر افتح بيها بقى لو اجزاء انا محتاج افتحها. وفيها ميزة بقى حلوة الاستيكة دي، ان انت ممكن تتك عليها تخليها رفيعة، تخليها مدببة، يعني تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بحيث انك انت شفت مثلا لما بعمل بقى لساعات اضاءة بتنور لك ازاي في الورقة وبتدي شكل جميل جدا. والاستيكه دي فيها ميزه حلوه قوي انها ما بتشلفطش، يعني انا لو حاجه متظلله وحبيت امسحها تتمسح معايا بسهوله وما يبقاش فيها اي مشكله. زي ما انت شايف كده مديه حاجه جميله برضو وبتدي اضافه حلوه قوي في الرسم. انما الاستيكه العاديه لو جيت استخدمتها هتبص تلاقيها بتشلفط معاك، لو انت مظلل هتلاقيها شلفطت معاك الايه الرسم. شايف كده الرسمة؟ ادي الرسمة اللي احنا كنا بادئينها بخطوط بسيطة قوي وما كناش عارفين هي هتطلع ولا مش هتطلع وكنا خايفين منها، الرسمة في النهاية طلعت يعني اعتقد بتبقى احلى كمان من الاصل. فزي ما انتم شايفين اهو دي تجربة، انا اخترت عنصر يعني ما هو الصعب وبرضو ما هو السهل قوي، بحيث ان احنا يعني نبقى ماسكين العصاية من النص. يعني في ورد اسهل من كده كنت ممكن اجيبه، بس انا اتعمدت ان يكون برضو ايه يعني فيها شغل شوية عشان نتعبكم معانا شوية، لانك لما هتتعب شوية حتى مستواك هيبقى احسن. زي ما انت شايف اي حاجة بقى حاسس انها محتاجة يعني لمسات خفيفة كده في الاخر بحطها، بحيث في النهاية ابقى متأكد ان الرسمة بتاعتي بقت شكلها كويس وبقت قريبة من الرسمة الأصلية. طبعا زي ما انتم شفتوا كده التجربة اللي احنا عملناها دي يعني انا شايف انها تجربة سهلة ان شاء الله، وانا عارف ان انتم هتعملوا حاجات احسن من كده.
يعني ما تحطش في اعتبارك ان ده مستر وان ده راجل اكبر مني لا بص الرسم ما فيهوش كده، انا ممكن طالب يعمل حاجه يبهرني بيها، فانا عايزكم ارجوكم حاولوا وحاولوا تشتغلوا من النهارده، نتفق كده ان احنا كل حاجه ناخدها نحاول نجربها. الرسومات ما فيش اكتر منها، يعني حتى لو ما انت ما استلمتش الكتاب، لو ما عندكش كتاب او ما عندكش رسومات او مش عاجباك رسومات الكتاب تقدر تجيب من على النت وارسم، مفيش اي مشكله، وان كان طبعا احنا الكتب عندنا جميله وفيها رسومات جميله. نجرب مره في مره هتبص تلاقي نفسك مستواك بيعلى. انا عايز اوريك الرسمه اللي انت شفتها دلوقتي في الفيديو، شايف المنظر عامل ازاي، ودي الرسمه الاصليه، يعني دي الرسمه الاصليه ودي الرسمه اللي احنا عملناها. تفتكر انهي اللي احلى؟ يعني شفت بقى الرصاص بيعمل شغل جميل ازاي؟ فاحنا عايزين نتفق ان ماده الرصاص دي مش ماده يستهان بيها، والماده دي معاك في اولى وفي ثانيه وفي ثالثه، فارجوك اتدرب عليها كويس واشتغل عليها كويس. وزي ما قلت لك الطريقه اللي احنا اتعلمناها النهارده، فكره الخطوط المساعده دي، هتقدر توصلك انك تقدر ترسم اي حاجه ايا كانت بكل سهوله. عايز ترسم بورتريه هترسمه، عايز ترسم منظر كبير على حيطه هترسمه. كده احنا سهلناها لك جدا. انا عايز اقول لك ان احنا ممكن نعمل السور بتاع المدرسة كله بالكامل بنفس الكيفية أو بنفس الطريقة، تقدر تعمل خطوطك المساعدة وتقدر تشتغل عليها وتطلع لوحة جميلة جدا. وعلى فكرة معظم الناس اللي بتعمل لوحات كبيرة مثلا واجهة عمارة أو سور كبير بتتعمل بنفس الكيفية دي، بيعمل خطوط مساعدة لنفسه زي شبكية كده ويشتغل عليها، فيطلع الرسمة بتبقى كويسة جدا وبتبقى ظريفة وبتبقى مرضية والنسب بتبقى منطقية. يعني انا اتمنى ان انا اكون فدتكم في حاجه النهارده، وزي ما اتفقنا ان شاء الله هنكون مع بعض على طول. وطبعا ماده الرسم الفني يا جماعه ماده جميله وظريفه، ان شاء الله على ما توصل سنه تالته هتكون قدرت تعمل لوحات وتقدر تبقى يعني زي ما بنقولوا كده تنزل لسوق العمل من بدري وانت طالب ان شاء الله. فانا كده خلصت الحلقه النهارده، بتمنى لكم طبعا كل التوفيق، وطبعا على وعد بلقاء قادم إن شاء الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.